محلب يتابع اليوم استعدادات افتتاح قناة السويس الجديدة ويخطو المحروسة يصل الإسماعيلية للمشاركة في الاحتفالات. العليا للانتخابات تفتح اليوم باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية حتى 20 من الشهر الجاري. الفلسطينيون يرفعون اليوم ملف استشهاد الرضيع الفلسطيني حرقا على أيدي مستوطنين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. تفاصيل الأنباء. يواصل اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب متابعته لتفاصيل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر لها يوم 6 أغسطس الحالي. ويقوم رئيس الوزراء اليوم يرافقه عدد من الوزراء بتفقد خط سير موكب الضيوف الذي يبدأ من القاهرة وحتى القنطرة غرب ومنطقة المنصة المقامة شرق القناة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات والتحضيرات لحفل الافتتاح. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تتابع نشاط رئيس الوزراء اليوم؟ بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم. بالفعل من المقرر اليوم أن يتوجه السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيارة تفقدية لطريق القاهرة الإسماعيلية، وهو الطريق الذي سوف يعني يكون عليه خط سير موكب الضيوف الذي يبدأ من القاهرة حتى القنطرة غرب ومنطقة المنصة المقامة شرق القناة. يأتي ذلك في إطار التحضيرات والاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ويرافق السيد رئيس الوزراء خلال تلك الجولة بعض السادة وزراء النقل والصحة والثقافة، ثم يتبع ذلك عودة السيد رئيس الوزراء لمقر المجلس لإجراء العديد من اللقاءات والاجتماعات في مجالات عديدة التي يصب معظمها أيضا في إطار الاستعدادات النهائية لحفل قناة السويس الجديدة. وسوف نتابع معكم أيضا على مدار اليوم نشاط السيد رئيس الوزراء أولا بأول. نعم، أحمد أبو الحسن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. وصل يخطو المحروسة إلى محافظة الإسماعيلية قادما من الأسكندرية للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث عبرت المحروسة قناة السويس عبر مدخلها الشمالي متجها إلى الجنوب. يخطو المحروسة هو نفس اليخت الذي دخل به الخديوي إسماعيل قناة السويس عند افتتاحها في 16 نوفمبر 1869، وكان اليخت هو أول قطعة بحرية في العالم تعبر قناة السويس على متنه عدد من الملوك والأمراء. أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بانضمام 8 من المقاتلات الحديثة متعددة المهام من طراز F-16 إلى القوات الجوية. أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات البحرية بوصول الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم، والتي تعد الأحدث من نوعها في العالم والأولى من طرازها في المنطقة. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة اللواء بحري أركان حرب أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية، أكد فيها أن مقاتلي القوات البحرية بما يملكونه من تدريب راق ووحدات وأسلحة بحرية حديثة يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية. وأقام الفريق أول صدق صبحي بمصافحة قادة الوحدات البحرية الجديدة وتسليمهم علم القيادة، كما قام برفع العلم المصري على لنشين للصواريخ من طراز سليمان عزت
إذانا ببدء دخولهما الخدمة ضمن التشكيلات المقاتلة بالقوات البحرية. وتفقد القائد العام الوحدات البحرية الجديدة والتي تبدأ أولى مهامها بالمشاركة في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، واستمع إلى شرح من قادة وأطقم هذه الوحدات والتي تمثل إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ مختلف المهام لحماية السواحل والمياه الإقليمية المصرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك اعتزازه بعطائهم الوطني من أجل حماية الوطن وصون مقدساته. وفي نهاية الاحتفال قامت كافة القطع والوحدات البحرية المشاركة بإطلاق الصفارات البحرية والمشاعل الضوئية احتفالا بانضمام القطع البحرية الجديدة للخدمة بالقوات البحرية، والتي تعد إضافة كبيرة للقدرات القتالية للقوات المسلحة. كما شهد الفريق أول صدق صبحي مراسم الاحتفال بانضمام 8 طائرات من المقاتلات الحديثة متعددة المهام من طراز F-16 إلى قواتنا الجوية، واستمع إلى شرح لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها طائرات القتال الحديثة وما تمثله من دعم لمنظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية ومواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح وأساليب القتال الجوي الحديثة. وأكد الفريق أول صدق صبحي أن القوات الجوية تنفذ العديد من المهام غير المسبوقة خلال الفترة الحالية خلال الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود والتصدي بكل قوة وحزم لأية محاولة للمساس بأرض مصر ومجالها الجوي، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز والاستعداد القتالي العالي الذي وصل إليه مقاتلو القوات الجوية ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة خلال تنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف بدقة وكفاءة عالية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قناة السويس الجديدة مراسل النيل إلى هناك رمضان المطعاني. رمضان، يعني كيف تسير الاستعدادات والأجواء العامة لديك قبل أيام قليلة من افتتاح القناة الجديدة؟ نعم، العمل هنا على قدم وساق في قناة السويس الجديدة ووضع اللمسات النهائية هنا من خلال بعض الأعمال الأخيرة قبل الافتتاح
استعمال بعض اللوحات التجريبية لبعض الفنانين، منها تم الانتهاء من لوحتين جداريتين كبيرتين لبعض الفنانين المصريين هنا، وأيضا إتمام الأعمال النهائية في المنصة التي سوف تستقبل الزعماء والرؤساء من كافة مختلف العالم أيضا وبعض المواطنين، وأيضا بعض الأعمال هنا الخاصة على جانبي قناة السويس من أعمال التدبيش لبعض الشواطئ، وهي ربما آخر تلك الأعمال سوف تنتهي اليوم أو بعد ساعات من صباح الغد. أما على جانب الاستعدادات الأمنية هنا في محافظة الإسماعيلية عامة هنا لاستقبال الزعماء والمدعوين للحفل المنتظر يوم الافتتاح، فهي تجرى على قدم وساق أيضا من خلال انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة، وأيضا بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لمحافظة الإسماعيلية، ليست المحافظة وإنما الطريق المؤدي إلى محافظة الإسماعيلية، للتأكيد على إزالة كافة العقبات في الطريق والانتهاء من تجميل الطريق بالكامل. هذه أبرز الاستعدادات حتى هذه اللحظة، ولكن في معلومة أخيرة نود أن نشير إليها بأن اليوم سوف تشهد قناة السويس الجديدة المرور التجريبي الثاني لبعض السفن في المجرى الملاحي، وهو العبور الثاني للعبور الثاني للتشغيل التجريبي بعد العبور الأول الذي شهدته قناة السويس من خلال مرور ثلاث سفن عملاقة، سفن حاويات تحتوي على حمولات مختلفة وغواطس أيضا غواطس مختلفة مرت منذ السبت الماضي قناة السويس وتمت العبور بنجاح، وأيضا زارت منذ يومين تمت التأكيدات على أن الملاحة في قناة السويس الجديدة هي مطابقة للمواصفات العالمية كما قال الوفد العالمي. رمضان المطعني مراسل النيل من قناة السويس الجديدة، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة اليوم في إطار جولة تشمل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يشارك كيري غدا في الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن والذي يعقد للمرة الأولى منذ عام 2009. وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، سيتناول الحوار عددا من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الإرهاب والاتفاق النووي الإيراني وإصلاح وتوسعة مجلس الأمن والأوضاع في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والأوضاع في القارة الإفريقية بشكل عام. قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية وتغطيتها إعلاميا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية اعتبارا من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري، وذلك في مقر اللجنة بمصر الجديدة. وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أنه عقب إعلان اللجنة عن المنظمات ووسائل الإعلام التي تم قبولها ستبدأ عملية التسجيل خلال الفترة من 21 إلى 25 من أغسطس، على أن يتم تسليم التصاريح خلال الفترة من 26 إلى 30 من أغسطس. تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة حكمها في القضية المعروفة عالميا بخلية الظواهري، ويحاكم في القضية 68 متهما على رأسهم محمد الظواهري، هو شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين تهم إدارة وإنشاء تنظيم إرهابي في مصر موالي لتنظيم القاعدة بهدف مهاجمة منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. أدانت مصر الهجوم الغاشم الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون وأدى لاستشهاد رضيع فلسطيني وإصابة 4 من أفراد أسرته نتيجة حرق منزلهم في نابلس. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي عن تعازي مصر حكومة وشعبا لعائلة رضيع الشهيد وللشعب الفلسطيني، كما طلب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كسلطة احتلال والمجتمع الدولي لتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.
قررت الرئاسة الفلسطينية العمل على طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. وكذلك كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير خارجيته بالتوجه اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل على خلفية حادث استشهاد الطفل الفلسطيني علي الدوابشة حرقا على يد مستوطنين إسرائيليين. ناموا بسلام ولم يتوقعوا في أحلامهم أن يصحوا على كابوس كهذا، حرق لمنزلهم واستشهاد طفلهم الجميل علي. عائلة الدوابشة من قرية دوما جنوب مدينة نابلس أفاقت على فاجعة حقيقية بعد أن تسلل عدد من المستوطنين خلسة إلى منزلهم الصغير مضرمين النار فيه، نار لا تعرف الرحمة لتلتهم جسد الرضيع وتصيب العائلة بحروق من الدرجة الثالثة. إنها جريمة حرب وجريمة إنسانية في وقت معا، وبالتالي نحن لن نسكت إطلاقا ما دام هذا الاستيطان موجودا وما دام الاحتلال موجودا، فستبقى مثل هذه الأعمال. نحن نحضر ملف هذه الجريمة وما سبقها من جرائم، فورا سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية. هذا تشجيع المستوطنين بالمزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. احنا رسالتنا واضحه اليوم، رساله القياده على راس الاخ ابو مازن، رساله الشعب، رساله الحكومه، لن نسكت على هذا الاحتلال، لن نسكت على هذه الجرائم، وسنحول هذه الملفات الى كافه المحافل والمنظمات الدوليه، سنحاسب اسرائيل على هذه الاعمال. غضب فلسطيني عارم اصاب الشارع قياده وشعبا بعد حادثه الحرق هذه. تصريحات رسميه كثيره ادانت وعبرت عن غضبها، مؤكده ان جريمه اليوم ستغير الكثير من المعادلة السياسية مع إسرائيل. جريمة الليلة هي أحد العوامل التي ستؤدي إلى تغيير كل ما هو قائم، كل ما هو سائد، سواء على المستوى الدولي، لأن العالم أيضا استشرى في صمته على جرائم هذا الاحتلال. من أجل ذلك سنوقع على عدد كبير من المنظمات الدولية. هذه جرائم تضاهي جرائم النازية، هذا حرق للناس، هذا حرق للأبرياء، حرق للأحياء، وهذا لم يحدث أن يمر، لا يجوز أن يمر دون عقاب. حرق الطفل الدوابشة الذي أعاد للأذهان مشهد حرق الطفل محمد أبو خضير وهو حي. هذه الجريمة لم تكن لتحصل لولا الدور التكاملي الذي تلعبه حكومة إسرائيل مع مستوطنيها وإطلاق العنان وتوفير الحماية القانونية والرسمية لهم. بقايا نيران رسمت جريمة جديدة بسوادها على أحجار هذا المنزل الذي سيبقى شاهد على حرق عائلة فلسطينية واستشهاد رضيعها، طفل كل ذنبه أنه فلسطيني تجرأ على طفولته أشرار ليتلذذ في حقدهم بإضرامهم النار في جسده الصغير. ثروة شقرة من قرية دوما جنوب نابلس، النيل. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين في نشرتنا. محلب يتابع اليوم استعدادات افتتاح قناة السويس الجديدة، ويخت المحروسة يصل الإسماعيلية للمشاركة في الاحتفالات. العليا للانتخابات تفتح اليوم باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية حتى 20 من الشهر الجاري. الفلسطينيون يرفعون اليوم ملف استشهاد الرضيع الفلسطيني حرقا على يد المستوطنين الإسرائيليين إلى الجنائية الدولية. نهاية النشرة، شكرا لكم.